الإصرار أنا معاكي روح مليون الفانيلا في المية. أنا معاكي مليون في المية إن كمان متأخرة بهدفين وعندي 45 دقيقة، أعتقد كان مهم جدا ناخد من كلام كابتن سعد أبو الحفيظ بما معناه إنك لازم تجيب جون أول ما تنزل جون بدري شوية، لأن كل ما هتتأخر شوية أعتقد الأمور هتبقى صعبة وهيكون في تسرع زي اللي شفناه في مباراة البنك الأهلي. فالنهاردة الحقيقة كمان في أكتر من لعيب ظهروا بمستوى أكتر من رائع صراحة، يعني لما نتكلم على طاهر محمد طاهر. طاهر محمد طاهر خلينا نتكلم، هو لعيب كبير ولعيب مهاري، لكن أنا اللي عاجبني فيه إصراره وعزيمته وجعان على الجول. في بلغه الكره في واحد جعان على الجول، نفسه يجيب جون، بيحاول كتير جدا، والنهارده بيحرز هدف، ده شيء مميز جدا لطاهر محمد طاهر. وتاني بقول لو بنتكلم على ايجابيات وسلبيات، اعتقد تاني وبنتكلم ان ممكن طاهر محمد طاهر كان في وقت من الاوقات يبدا المباراه مثلا على حساب حسين الشحات. حسين الشحات لعيب كبير لكن ممكن في الفترات اللي فاتت مش 100%، فوارد جدا ان ممكن نشوف طاهر محمد طاهر يبدا المباراه. بنتكلم كمان على مجدي قفشه، مجدي قفشه كمان حط جون طبعا. الناس فاكره انه جون سهل لكن جون صعب لا. جدا لان في زاويه ضيقه جدا في وقت صعب جدا في وسط الزحمه بيحط الكره في الزاويه البعيده. برضو قفشه من اللعيبه المميزه وفايق النهارده بلغه الكوره ومؤثر جدا أوي على الفرقه أوي أوي أوي. وكمان بنتكلم من الايجابيات كمان زي ما اتكلمت طريقه موسيماني في الشوط الثاني وتغيير طريقه اللعب. احنا اول ما شفت كمان ديانج خارج استغربت شويه، لكن هو زود الحته الهجوميه، ثبت حمدي فتحي لوحده 4-1 4-1، زودنا الحاله الهجوميه بشكل كبير جدا، فده شيء ايجابي. بنتكلم على محمد شريف، محمد شريف كمان من اللعيبه المميزه جدا واللي مش محتاج فرص كتير للتهديف، وده اللي بنتكلم عليه. محمد شريف عنده صفات مش موجوده يمكن في اي مهاجم مصري، بنتكلم على مصطفى محمد لعيب كويس، بنتكلم على مروان، بنتكلم على لعيبه كويسه، لكن ميزه محمد شريف انه لو جات له ثلاث فرص ممكن يحقق هدفين، فرصتين يحقق هدف، وده اعتقد يعني من ميزات يفكرنا كده بعماد متعب يعني الزمن الجميل. فكل دي ايجابيات، بغير بقى كمان بتتكلمي على علي معلول طبعًا. يعني علي معلول طبعًا. اللي بيبص على المباراه يا سهام، علي معلول بيعمل مجهود اكتر من رائع، بيعمل كذا اسيست باكتر يعني بدقه يعني فيري بروفيشنال. اللي بيلاحظ برضو ان علي معلول في وقت من الاوقات بيخش جوه الملعب عشان يفتح ناحيه الشمال اللي مثلا لطاهر يتحرك فيها، ممكن جدا يتحرك فيها ايمن اشرف لو بيزيد. فعلي معلول بيثبت كل يوم انه هو تحس انه هو مولود جوه النادي الاهلي، دي حقيقة. وعنده حماس وعنده قوه وعنده اصرار كبير جدا. فاختصارا للكلام النهارده، كانت مباراه مهمه جدا في مشوار النادي الاهلي، في دروس لازم نتعلمها واللعيبه تتعلمها وكمان الجهاز الفني يتعلمها. في ثلاث عوامل ادوا لتخطيك هذا التاخر من وجهه نظري انا، روح الفانيلا زي ما قلت لك، جرأه وشجاعه موسيماني في التوقيت المناسب، والصفقات. يعني محمد شريف في كل يوم بيثبت، كل مباراه له مع النادي الاهلي بيثبت الحقيقه انه صفقه ولا اقدر فعلا. يعني انا بحيي محمد شريف، ومش عايز انسى بجد. كمان سهام صلاح محسن، وصلاح طبعا لانه عمل اسيست اكتر من رائع لجول قفشه، فيها نوع من انواع التوفيق شويه، لكن نزل اللي عنده حماس دخل جوه ال 18 خلاص كتير. ركزوا يا كابتن خلاص يعني بقى، هو الموضوع يعني في مكاسب كتيره جدا. انا بنتكلم كل امانه، في مكاسب حلوه ومكاسب كويسه. الريمونتادا نفسها شكلها حلو، انك متاخر باثنين وبترجع بثلاث اهداف في 45 دقيقه، فده مهم جدا جدا جدا. ودايما بركز على علي معلول لان علي معلول بالنسبه لي فعلا من افضل الصفقات اللي دخلت او افضل المحترفين في تاريخ النادي الاهلي في مركز الباك الشمال.